دينا سننتقل سويا إلى تقرير عن متحف الأطفال، زرته في قبل كم من يوم وتعرفنا على الأنشطة والفعاليات اللي موجودة داخل المتحف، فخلينا نحضر هالتقرير ونرجع منواصل معكم حلقتنا لليوم. أطفالنا هم أملنا في الحياة، لازم دايماً نعزز عندهم حب المعرفة، وتعزيز حب المعرفة هي الرسالة اللي بيحملها متحف الأطفال، فعشان هيك اليوم حبينا نكون موجودين معاكم من داخل متحف الأطفال في حدائق الحسين لنتعرف على أهم الأنشطة والفعاليات والمرافق اللي موجودة داخل هذا المتحف، فخليكم معنا. ست سوسن، صباحك. نحن جدا سعداء انه نحن موجودين اليوم بمتحف الاطفال. شكرا لكم وشكرا لاستقبالكم الحلو. بدايه هيك، بما انك انت المدير العام لمتحف الاطفال، حابين نعرف شوي عن تاريخ هذا المتحف. تاسس المتحف بال2007 لايجاد مساحه للتعلم التفاعلي لاطفال الاردن برؤيه من جلاله الملكه رانيا العبد الله. المتحف يحتوي على مساحات مختلفه، منها قاعه المعروضات، منها مختبر الاختراع، ومنها المكتبه اللي هلا رح نتوجه عليها. أعرفك عليها. المكتبة هي عبارة عن مكان أوجدناه أول إشي ضروري كتير إنه الطفل يكون جزء القراءة موجود عنده. وإحنا مع الوقت اكتشفنا إنه الأطفال عم بيجوا على المتحف ما عم بيكونوا مستمتعين إنه يدخلوا على المكتبة. هلأ بس نشوف بقية المرافق بالمتحف رح تشوفوا ليش. فاللي بيصير معنا إنه لقينا الأطفال ما عم بتحمسوا يدخلوا على المكتبة، بيروحوا قاعة المعروضات، بدهم يلعبوا بأماكن تانية، فصرنا نوفر برامج بالمكتبة تحفزهم لدخول المكتبة للقراءة. جميل. مع الوقت صرنا نلاقيهم قاعدين عم بيقروا بمناطق معينه، صرنا بنعمل قراءه قصص. هلا فريق البرامج والتعليم عندنا بالمتحف كمان مختص بانه يعمل برنامج يومي واسبوعي وشهري للعائلات والاطفال اللي بيزوروا المتحف. من هذا البرنامج دائما بنربطه ببرامج عم بتصير بالمكتب، فاذا عم نحكي عن البيئه هذا الشهر على فرض بتكون قراءه القصه عن البيئه، اذا عم نحكي عن الكهرباء مثلا او اي موضوع اخر. حتى بالاعياد دائما بنربط برامجنا في المكتبه في استوديو فن في قاعه المعروضات في العلوم. جميل. مع البرنامج اللي عم بيصير. فمع الوقت الحمد لله لقينا انه الاطفال كثير عم بيستمتعوا انه يدخلوا على المكتبه وعم بتصير مكان محفز للقراءه او التعلم لهم. في معروضات تانية هي مش مربوطة بالمنهاج وهي تعمل بس على تنمية اللعب، الفضول، الاستكشاف، وهي هي بتؤدي لتنمية مهارات القرن 21. لما نقول سوق العمل دائما بحاجة المهارات، المهارات التحليل، حل المشاكل، العمل ضمن فريق، فإحنا دائما نستقل بقيمة اللعب، قيمة اللعب بطريقة ممنهجة بطريقة صحيحة. ما بقدر أحكي لكم قد هي إشي مهم للطفل وخاصة بالأعمار الصغيرة. فجزء كبير إحنا بنشوف الطفل عم بيلعب بس هو عم بتعلم، هو عم بيكون مهاراته وعم بينميها، وهذا هدف الأساسي من معروضاتنا. مختبر الاختراع هو واحد من ثلاث مرافق أساسية بالإضافة لقاعة المعروضات اللي تجولتوا فيها قبل شوي. مختبر الاختراع هو المصطلح الأجنبي اللي تعرب منه مختبر الاختراع هو تينكرينج، هو مفهوم بيعتمد على بناء المعرفة عند الأطفال من خلال التجربة والخطأ. فبيكونوا عم بتعلموا مثلا بيبنوا مثل هاي الآلة الراقصة احنا بنسميها، علشان بيبنوا بتعلموا مثلا فيها الدارة الكهربائية، بتعلموا عن الحركة عن الموتورات، وفي
في الأخير بيقدروا يعملوا رسمات عشوائية من خلال هاي الآلة، فبتعلموا مفاهيم مختلفة وهم عم ببنوها، بغلطوا بزبطوا الغلط، بعرفوا كيف نتيجة هاي مثلا إذا أنا مثلا سرعتها بطأتها. عندنا المرافق الاستوديو الفن اللي هو واحد من المرافق اللي كتير محبوب عند الأطفال، وهو بيشتغل أكتر على بناء ثقة عند الأطفال بما يتعلق بممارسة الفن. دائما إحنا صغار بنخاف بنقول أنا ما بعرف أرسم، أنا ما عندي موهبة الفن، ولكن الرسم هو مش الفن، هو مش بس رسم، ممكن نعبر عن أنفسنا بالفنون بطرق مختلفة كتير، سواء كانت رسم، سواء كانت فنون أدائية، نحت وهكذا. لهون مشاهدينا بنكون وصلنا معاكم لختام جولتنا داخل متحف الأطفال في حدائق الحسين. نتمنى لكم زيارة سعيدة داخل هذا المتحف اللي استقبل أكثر من 2.5 مليون زائر منذ افتتاحه. إلى اللقاء.